بعمل سوفت وير في شركه سنسو، ويعمل كسوفت وير انجينير في شركه التال موبايل كوميونيكيشن، وبارت تايم كامبيوتر سيستم ديزاين انستراكتور في شركه بايت كوبي. اسيبكم دلوقتي مع باشمهندس محمد السكري، وسيشن ممتعه ان شاء الله مع الامبيدد سيستم. ماشي. النهارده انا متوقع ان الناس اول مره يعرفوا عن البيلد سيستمز. في اي حد النهارده هتبقى اول مره يسمع كلمه البيلد سيستمز؟ ما شاء الله. جميل، تمام. طب مين بقى الناس اللي كويسه قوي في البيلد سيستمز وخلاص يعني ناويين البيلد سيستمز؟ ما فيش كده لسه، ما فيش حد نواها من جواها. ماشي، اوكي، تمام. انا زي ما قلت بالظبط في الاخر، باشمهندس محمد ابراهيم عبد الخالق. ممكن تقول لي باشمهندس محمد السكري؟ ان هو اسمه ماشي. المفروض ان انا النهارده معاكم جاي من انتل موبايل كوميونيكيشنز علشان نتكلم عن الامبيدد سيستمز. تمام. النهارده عايزين نعرف يعني ايه امبيدد سيستمز، عايزين نحب الامبيدد سيستمز. ماشي، مجال حلو، مجال لسه بيتفتح في مصر، مجال اللي عايز ناس كتير قوي تشتغل. تمام، انا شايف مستقبلنا في الامبيدد سيستمز. خلاص هتكلم معاك يعني ايه امبيدد سيستمز، يعني ايه مايكرو كنترولرز، ايه موضوع الامبيدد سي، يعني ايه سي اساسا. ده احنا خدناه في الكليه، بس هو ده بس السي اللي احنا محتاجينه. هنقعد ندردش كده النهارده، مستني اسئله منكم. ماشي، ما تتكسفش خالص. الغلطة الوحيدة اللي هتعملها انك تخرج النهاردة وفي نفسك سؤال. متفقين؟ ما تغلطش. مش عايز تغلط، لما تحس انك عايز تسأل ارفع ايدك على طول، قول لي انا عايز اسأل السؤال ده. اتفقنا؟ الناس النهاردة كلها اتصالات وباور، صح كده؟ الناس كلها رايحة من تانية لتالتة، وفي ناس من تالتة لرابعة. في ناس أولى؟ طب الشباب الصغير بتوع سنة أولى يرفع لي ايده. كويس، يبقى انا الناحيه دي بتاعت ثانوي، والناحيه ديت الناس بتاعت من ثانيه لثالثه ومن ثالثه لرابعه، صح كده؟ ممتاز. ممكن اعرف كم واحد في باور؟ بسم الله ما شاء الله. جميل قوي. تمام. محتاج منكم طلب صغير قوي. كل الموبايلات يا اما تبقى سايلنت يا اما تبقى كده. ماشي، نبدأ ايضا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت ليه اساسا؟ هو انا لازم يعني بعرف سوفت وير انجينيرنج عشان اعمل سوفت
ده اللي بالظبط هنتكلم فيه. حاجة مهمة قوي الناس بتنساها او الناس ما بتاخدش بالها منها او الناس بتعملها وما تعرفش انها بتعملها، واكتيفيتي مهم جدا 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 عندنا في السوفت وير عامة وفي الامبيدد سيستمز طبعا، التستنج. هنتكلم عن التستنج وهنتكلم احنا بنعمل تستنج ليه وايه انواع التستنج بسرعة قوي 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 مع بعض، هنشوف الدنيا الريل تايم اوبريتنج سيستم والاختصار بتاعه بتتكتب برضه زي ما انا كتبتها بالظبط. ماشي؟ الريل تايم اوبريتنج سيستم ده ظروفه خاصة شوية، عشان كده انا كسبته في الاخر خالص نتكلم عنه. هل انا عشان اشتغل امبيدد سيستمز لازم اعمل ارتوس؟ ولا ممكن استغنى عن الارتوس ده؟ وامتى هستخدم الارتوس وامتى مش هستخدمه؟ هنشوف الموضوع ده لما نيجي عند الحتة بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ عشان نرد ليه؟ كلموا معايا شباب بتاعت الارتوس صح؟ لا بصوا عايزين نفوت الوقت عشان نطلع مستفيدين. ها؟ انا هنزل دلوقتي ابقى معاكم ونتكلم مع بعض وهندمش براحتنا خالص، مش عايزين مش اسمه روتين كده. ها؟ بس بعد كده انا عامل حسابي ان انا هقعد معاكم زي ما انتم عايزين اي اسئله بخصوص الماركت، الشركات اللي شغاله في المجال ده هنشتغل في ايه؟ هنعمل ايه؟ طب يا باشمهندس انا عايز اشتغل اروح فين؟ اجي منين؟ عامل حسابي حاضر اللي انتم نفسكم فيه. طول ما انت قاعد في السيشن اي سؤال يجي في دماغك بره الحاجه اللي انا بتكلم فيها هتكتبه في ورقه. جميل؟ وبعد كده هو تقوم جاي في الوقت ده وتسال. ماشي؟ انا النهارده دلوقتي قاعد بشتغل في الامبيدد سي وجه في دماغك سؤال عن الارض. خلاص مش احنا خلاص عندنا الحته دي بقى نكتب السؤال في الاخر خلاص تسال. ماشي؟ اللي هيرفع ايده ويوقفني انا متوقع منه السؤال في الحاجه اللي انا بتكلم فيها عشان ما نشتتش بعض. ماشي؟ اتفقنا؟ اكمل؟ عايز اقول لكم انا مين؟ انا اسمي محمد ابراهيم سكري. ماشي؟ المفروض ان انا بشتغل سوفت وير انجينير في انتل موبايل كوميونيكيشنز. ماشي؟ انتل موبايل كوميونيكيشنز ديت شركه كانت انتل موجوده في الاول، راحت اشترت شركه كبيره قوي قوي اسمها انفينيون. ماشي؟ انفينيون ديت يا شباب حد سمع عن السامسونج جالاكسي اس؟ اس 2 سامسونج موبايل كده جديد مختارينه احسن موبايل في السوق دلوقتي. الموبايل دوت فيه شيبايه اسمها اكس ام ام 6062. ماشي؟ اللي الشيبايه ديت اللي عاملاها انفينيون. خلاص؟ والموبايل دوت مختارينه احسن موبايل موجود في السوق دلوقتي اللي هو سامسونج جالاكسي اس. اللي الشيبايه ديت المفروض ان هي المسؤوله عن الكوميونيكيشن بتوين الموبايل بتاعك اللي هو اليوزر اكويبمنت والنتورك. انت الناس اللي عارفه الكوميونيكيشن بتبقى عارفه ان احنا في معانا موبايل وفي حاجه اسمها بيز ستيشن. جميل. بيز ستيشن ده بيتقال عليها كده في 2G، في 3G اسمها نوت بي نوت بي، واسمها في 4G اي نوت بي. تمام؟ جميل قوي. احنا دلوقتي شغالين البرودكت اللي انا شغال فيه دلوقتي اللي هو اكس ام ام 7060 ده لسه هينزل الماركت، وهو دوت اللي احنا بنديفلوب فيه دلوقتي. ماشي؟ وهو دوت الجيل الرابع اللي هو الال تي. تمام؟ نبدا بقى نتكلم مع بعض ايه كمان اللي ممكن. عشان انت بس ممكن هو كده.
بشتغل زي ما بقى لما بقعد مع نفسي كده هوت بشتغل حاجه اسمها فريلانسر امبيدد سيستم تريننج. تمام، حضرتك بتبقى محتاج تريننج في الامبيدد سيستمز، ممكن تكلمني حد مثلا في الهوت بتاع دوت، بشتغل بارت تايم، ممكن اشتغل مع اي حد. تمام، بس كده دي الكونتاكتس بتاعتي، تقدر تبعت لي اي ايميل. الناس اللي هتتخرج حضرتك مجرد ان انت بتتخرج تقوم باعت لي السي في بتاعك على طول على الميل بتاعي، فالمفروض ان انا ان شاء الله هبعته لك، وان شاء الله اقدر اساعدك واجيب لك انترفيو عندنا في الشركه باذن الله تعالى. تمام؟ فالشباب اللي عليك انهم ياخدوا الميل دوت ويتاكدوا ان هم كتبوه صح. لو حد حاول يكلمني على التليفون وما قدرتش ارد عليه ممكن يكلمني تاني بعدها مثلا بشويه، ممكن يبعت لي ميل، وانا بفضل الكوميونيكيشن باي ميل. دي انا بفضلها، اي حاجه انت عايزها انا بفضل انك تكلمني باي ميل. ماشي؟ الا بقى لو حاجه ضروريه جدا انا في اي وقت كلموني، ما عنديش اي مشكله. انا متشرف ان حد يتصل بيا منكم حقيقه. بص يا شباب، لازم تكون عارف الاول قبل ما اتكلم في اي حاجه، لازم تكون عارف انت مين. انت مهندس. المهندس دوت بيلعب اهم دور في الحياه. البيزنس، الناس اللي ماشيه في الشارع كل الناس مستنيه كده. ماشي، الناس اللي بتعمل البيزنس، السي اوز، الناس اللي الماركتنج، كل الكلام دوت مش هيعملوا ماركتنج الا لما حضرتك تخلص البرودكت اللي انت بتعمله. جميل؟ الناس اللي بتكسب فلوس في البورصة والملايين اللي بيكسبوها دي مش هيكسبوا حاجة إلا لما البرودكت اللي أنت بتعمله يشتغل. جميل؟ الناس اللي قاعدة زينا إحنا كده مالناش دعوة بالبيزنس خالص، مش هنعرف نتكلم في التليفون إلا لما المهندس يخلص البرودكت اللي هو إيه؟ الموبايل اللي بيعمله. أنا في رأيي إن المهندس هو سر الحياة. لو أنت فهمت النقطة دي أنت هتبقى محتاج إنك أنت تبقى شاطر قوي، تجتهد قوي في دراستك، تزعل قوي على الدرجة اللي حاطينها منك. ماشي، اتعلم على قد ما تقدر عشان تطلع برودكت بهاي كواليتي، وانت احسن واحد تقدر تفيد البلد بمجهودك بشغلك بانك انت تعمل اسم للبلد. ماشي، شبه يا شباب، نبدا نتكلم مع بعض على الانترودكشن بتاعتنا في الامبيدد سيستمز. يعني ايه امبيدد سيستم؟ لو جينا نترجم الكلمه ترجمه حرفيه، او حد معاه قاموس كده هو طلعه من تحت بقى ايه، فتح جوجل ترانسليت والكلام دوت، هيلاقي امبيدد يعني مدفونه، وسيستم يعني نظام، وهيلاقي الترجمه ايه؟ الانظمه المدفونه. ايه الكلام ده؟ يعمل حاجه احنا بنشتغل ايه؟ هنخرج حفره يعني جوه الاسيا وندفن ونرد وبتاع ولا ايه؟ لا، الموضوع احلى واكبر من كده بكتير. الناس ممكن تقرا معايا كده اهوت الكلام اللي مكتوب الديفينيشن الصغير اللي انا كاتبه دوت، وفكر فيه دقيقه وبعد كده هنتكلم فيه ونتناقش فيه. سيستم ديزاينت علشان يعمل ايه؟ شغلانه واحده او عده شغلانات محدده وواضحه وصالحه. ممكن اقف هنا اهو، عايز اقول كده، انا النهارده لما هروح اشتري كمبيوتر، الكمبيوتر انت لما بتشتريه تبقى عامل حسابك انك انت عايز تحط عليه جيمز زي ما انت عايز، عايز تحط عليه موفيز وام بي 3 زي ما انت عايز، صح؟ هتروح تشتري الهارد بتاعك 500 جيجا، ولو لقيت واحد اكتر من 500 حاجه، صح؟ علشان انت بتعمل ايه؟ عايز تعمل جنرال بيربز كومبيوتنج سيستم. محتاج انك انت المساحه بتاعتك تبقى كافيه تعمل فيها اللي انت عايزه. طب تعالى بقى بص معايا كده، وانت بتشتري ام بي 3، الام بي 3 لما بتروح تشتري الميموري بتاعته هتلاقي الميموري بتاعته كام؟ 2 جيجا 4 جيجا. طب ليه؟ ليه ما خلانيش 500 جيجا؟ كنت ممكن اعمل لك ام بي 3 500 جيجا. اشمعنى 2؟ عشان انا عايزه شغلانه واحده بس، هحط عليه ايه؟ الميوزك بتاعتي بس. هحط عليه جيمز؟ هحط عليه افلام؟ انا هحط عليه ميوزك بس. كان ليها لازمه ان انا اروح اشتري 500 جيجا هارد عشان احط عليه الالعاب بتاعتي؟ كان ليها لازمه ان انا اشيل الهارد الكبير دوت في ايدي؟ هو دوت اول حاجه عايزك تطلع. يبقى السيستم دوت انا قبل ما بعمله
ديزاين او قبل ما بشغل ببقى عارف بالظبط انا عايز منه ايه. الشغلانه اللي انا بعملها ديت على اساسها بحط البادجت بتاعتي، بحط الريسورسز بتاعتي، بحط الكوست بتاعتي، بحط كل حاجه انا عايز اعملها. الامبيدد سيستمز فيها ميزه اللي انا مش محتاجه مش عايزه. يعني حضرتك بتروح تشتري منه، انا محتاج الشغلانه اللي انا عايز اعملها دي محتاجه مني ميموري مانتي وان كيلو بايت. هروح اشتري ايه؟ وان كيلو بايت. مش هروح اشتري 5 كيلو بايت، ومش هروح اشتري هارد وان جيجا. متفقين؟ يبقى انت بتشتري الحاجه بتاعتك على قد بالظبط. تقدر تقول لي حد عنده تخيل ليه انا بدفع فلوس على قد بالظبط؟ بالظبط الراجل ده بيتكلم صح. الهندسه مش بيعمل بيزنس يا جماعه. الهندسه هي البيزنس. انا دلوقتي لما اروح اعمل لك كوست عاليه قوي طب ما اقدرش تخسرني. انا لما هجيب 1 كي هوفر ثمن ايه؟ الحاجه الباقيه اللي انا مش عايزها. من هنا بقى تلاقي بنرمي خط كده اهو هتكلم فيه دلوقتي اللي هو انك انت ازاي تكتب سوفت وير اوبتمايز يوفر لك في الاول. ازاي تكتب سوفت وير يوفر لك في البروسيسنج باور، مش راح تكتب سوفت وير يفضل بقى ايه يضيع لك الباور بتاعت البروسيسور في كلام فاضي. لا، هتلاقي الدنيا كلها دلوقتي والعالم كله ماشي في السكه دي. بحاول ان انا ابتكر طرق وابتكر حاجات ان انا ما دام مش محتاج الريسورس بتاعتي اخليه ايه؟ مطفي. مش عايز استهلك باور، مش عايز استهلك البطاريه بتاعتي، عايز اوفر على قد ما اقدر وفي كل حاجه. هو دوت اللي احنا بنحاول دلوقتي والعلم بيحاول يوصل. ايه بقى كمان نقدر نقول في الامبيدد سيستمز؟ ان هو كومباينيشن، حاجتين مع بعض، هارد وير وسوفت وير. الهارد وير اللي هو الاي سي هادي او الامبيدد ديفايس، والسوفت وير هو الكلام اللي انا كتبته، الكود اللاينز اوف كود اللي انا كتبتها علشان اخلي الهارد وير ده يعمل ايه؟ يعمل الحاجه اللي انا عايزها. الناس اللي ورا دي مركزه معايا؟ عارفين بقى انا في الحته دي بحب اقول حاجه حلوه يعني. انا معايا هاردوير والهاردوير ده انا عايز اتكلم معاه. اتكلم مع الهاردوير ازاي؟ اروح اشوف لي لغه اتكلم بيها. انا لو واحد امريكاني بروح اتكلم معاه انجليزي، لو واحد اسباني بتكلم معاه اسباني. طب لو معايا حته حديد بتكلم معاه ايه؟ بتكلم معاه بالبروجرامنج لانجوج بتاعتي السيم بي او سي. الناس فهمت النقطه اللي انا عايز اتكلمها؟ يبقى انا بالسي باللاينز اوف كود اللي انا كتبتها دي بروح اعمل ايه؟ بروح بقول للهاردوير بتاعي انا عايز منك كذا، واحد اثنين ثلاثه اربعه. الصوره بدات توضح فين السوفت وير والهارد وير وايه علاقه ده بده؟ الناس حاسه ان في حاجه تايهه منهم؟ عايز رياكشن، سمعوني صوتكم. سمعوني صوت حنان. حنان. ماشي، ممكن ناخد امثله مع بعض؟ أول مثال نقدر نقوله جميل قوي واللي بنستخدمه كل يوم اللي هي سليب لاب. ممكن نتكلم عن حاجة تانية برضه؟ اللي في الصورة دوت إيه؟ ده الجي بي إس بتاع زمان، ماشي؟ الجي بي إس دوت إمبيدد سيستم ولا لأ؟ الجي بي إس دوت المفروض إن جواه إمبيدد سيستم، سيبك من الشاشة والحركات اللي أنت بتشوفها. جواه إيه؟ جواه حاجة، الحاجة دي من نفسها بتروح تحسب الحسابات من الأقمار الصناعية وتقول لك مكانك بالظبط فين، صح؟ هل أنت دخلت تنزيل عملية؟ هل انت تدخلت في عمليه الحسابات؟ هل انت دوست على ظاهره؟ هل انت عملت حزب او اي حاجه؟ اوتوماتيك انت بتعمل باور اون، هو من نفسه بيروح يكالكوليت يحسب يطلع لك النتيجه حضرتك موجود في الحته الفلانيه. هي دي شغلانه الامبيدد سيستم. انت حسيت ان انت معاك كمبيوتر؟ حد حس ان هو ماسك كمبيوتر في ايده بيعمل كمبيوتنج لحسابات او حاجه وهو ماسك الجي بي اس؟ ما حسيتش بحاجه، انت شغلته لقيته عامل لك اللي انت عايزه. فهو ده اجمل ديفينيشن للامبيدد سيستم. الصوت واضح كل الناس سامعاني، كله من اول لاخر سامعاني، الصوت مش واضح ورا؟ كده حلو؟ ماشي. طب ساكتين على نفسكم ليه؟ ما لا ما ينفعش. ماشي. ممكن بس الموبايل ده الشغل بقى بتاعي بقى. واحد هيقول لي امبيدد سيستم اللعبه اللي انا بلعبها ده، لا ده موبايل ابلكيشن. ماليش دعوه بيه، انا بتكلم على الاي سي اللي انا كتبتها دي. اسمها اكس ام 76 هي ديت اللي هتخليني اكونكت مع النتورك وهتخليني اقدر استبلش الكول وهتخليني اقدر ان انا اعمل الهاند اوفر وهتخليني اقدر اعمل كل الكلام ده. فاهمين؟ هي دي الحته الامبيدد سيستم. كل اللي حواليها ده ايه؟ حاجات عشان البيزنس يبيع. انا مش هديك الاي سي هات ايدك،
ومش هديك موبايل شكله وحش قوي كده مش هشتري. لا انا لازم اعمل لك موبايل فيه منبه وبيرن وفي حركات كده علشان خاطر انت تدفع فلوس. فاهمين قصدي؟ جميل. الميديكال تيستنج سيستمز دي مفيش احلى منها في البيت. حضرتك الراجل بيبقى قاعد عيان، المحاليل مظبوطه، الضغط ينزل يعمل له كذا، مش عارف الحاجات دي عندهم ما اعرفش بيها، بس الاجهزه دي بتبقى بتظبط كل حاجه لوحدها خالص. اي حاجه تحصل مش طبيعيه يحصل ايه؟ بيحصل الارم للممرضه تيجي تلحق الراجل ده قبل ما يجي. وتلاقي المحاليل مظبوطه والكميه اللي بتخش الدم مظبوطه، كل حاجه مظبوطه في الامبيدد سيستمز هي دي. تمام، بقيس نبضات القلب اوتوماتيك. حضرتك مش محتاج حد معاك، انا بشغل الجهاز الراجل ده فين بيعمل ايه؟ بيعمل كل حاجه. لو كده بقى بصينا في العربيات هنلاقي العربيات نهضت فيها برضه شغل الامبيدد سيستمز. سمعتوا عن الفرامل المانعه للانزلاق اللي هي العربيات اللي زمان كانت العربيات لما تيجي تفرمل تلاقي العربيه فمتزحلقه وحاطه في اي حاجه. دلوقتي لا النظام ما ينفعش، دلوقتي الناس بتعمل سيفتي، المفروض ان العربيه بتاعتك لو ما تفرمل تقف لو في حاجه على الارض مثلا زيت او حاجه تعرف انك انت تظبط العربيه. العربيه عرفت ازاي ان الحته دي بتتزحلق، العربيه عرفت ازاي ان هي لازم توزن هنا الفرمله تزيد هنا اهوت وتخف عن العجله دي بالنظام دوت امبيدد سيستم. انت ما بتعملش حاجه، انت بتشتغل على وسط الفرامل وكل الحسابات دي اتحسبت لوحدها. صح ولا انا غلطان؟ لا قدر الله لما في حادثه بتحصل انت دوست على حاجه علشان تفتح الايرباك لوحده الجهاز اول ما عارف ان في حادثه حصلت اوتوماتيك الايرباك اتفتحت واتفتحت في الوقت بتاعها اللي لازم تتفتح. امبيدد سيستم صح ولا غلطان؟ ماشي. لما نيجي نتكلم عن الامبيدد سيستمز محتاجين نذكر ايه؟ المايكرو كنترولرز. ايه حكايه المايكرو كنترولرز دي يا جماعه؟ زمان اول ما الناس بدات تشتغل اشتغل فين؟ هاردوير. كانوا بيعملوا ايه في الهاردوير؟ كان بيجي واحد اللي هو بطيوت ويعمل ديزاين للاي سي هاي اللي معاه وبعد ما بيخلصها بيوديها، واكيد الكلام دوت احنا سمعنا عنه في اتصالات او في اي حاجه، توديها بالمصنع بتتحرق لك ويقول لك اتفضل الهاردوير بتاعك صح؟ ده النظام اللي كان بيحصل قبل كده. الدنيا دلوقتي اتغيرت. ليه؟ اتغيرت ليه؟ ما هو اصلا مش هنغير حاجه ومش هنفكر ان احنا نغير اللي بنلاقيه، مش هنفكر. ايه المشكله اللي طلعت لي بالموضوع ان انا بعمل هاردوير؟ ما كنت مبسوط بعمل الديزاين بتاعي واوصل الدايره بتاعتي للاند والكور جيتس اللي احنا خدناها دي والدنيا زي الفل وطلع الفوتر والدنيا شغاله. واحد جه لي انا قابلت مشكله في الدايره بتاعتي عايز اصلحها اقول له حلو عيني الكلام اللي انت عملته ده صح؟ الكلام دوت في الهاتف النقطه دي ما بقاش ينفع، ما ينفعش ان انا عيني الكلام بتاعي من اول جديد واروح اعمل الدايره من اول جديد مش هنقدر لو دفعت فلوس كل الفلوس اللي راحت في الاول خالص. هو دوت الفرق بقى الاساسي بين كلمه اي سي ومايكرو كنترول. الاي سي لما انت كنت بتروح الاي سي، حد سمع الاي سي اسمه 3-5؟ حد عمل بيه اي حاجه؟ الشباب بتوع سنه اولى عرفتوه؟ الاي سي بتاع 3-5 دوت انت خدته وعملت ايه؟ حطيته في الدايره وقلت مشغل على طول صح؟ هي ديت الاي سي هي. لكن ايه بقى المايكرو كنترولر ده؟ في مصر حاجه اسمها بيك وفي حاجه اسمها اكمل. دي نوعين من المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر ده مختلف شويه عن الايه؟ عن الاي سي هي. المايكرو كنترولر دوت انا مديك كل حاجتك معاك. جوه المايكرو كنترولر في رام، في سي بي يو زي بروسيسور صغير كده حاجه على قدي، وفي ايه؟ كل الشغل اللي انت محتاجه. انا لو ديجيتال كونفرترز محتاج مثلا بوتس بوتس موديليشن، اي حاجه انا محتاج بلاقيها موجوده معايا. ماشي؟ بعد كده هو حضرتك بتاخده وتقوم تكتب الكود بتاعك انت عايز الحاجات دي تستعملها ازاي. وبعد ما بتكتب الحاجه وتشوف انت عايز تستعملها ازاي تبدا انك انت توصل الحاجه مع بعض وتعمل الدايره بتاعتك. الموضوع بقى مختلف. الاي سي هاي كانت بتيجي بتعمل شغلانه واحده وخلصت. الموضوع ده لا، ده انت عندك سيستم كامل كل حاجه موجوده في الاي سي هاي اللي هي مش اي سي هاي بقى اسمها مايكرو كنترولر
وبت عليه كده انت بتكتب الكود بتاعك تقول له اعمل ايه. النقطه دي وصلت؟ متخيلين؟ حلو قوي. حصل حاجه بقى زعلت الناس بتوع السوفت وير، يعني انا بتاع سوفت وير زعلت منها. لقيت لك ان كل واحد بيعمل مايكرو كنترولر بيعمل له حاجه الاسمبلي لانجوج بتاع بستان عن الاسمبلي صح؟ فالاسمبلي بتاع البيب والانستراكشنز اللي بتشتغل على البيب لقيناها غير الانستراكشنز اللي بتشتغل على الاكل. انا راجل بتاع سوفت وير مش هقعد عشان خاطر كل اي سي اي حاجه سوفت وير من اول وجديد انا كده يا جماعه مش هينفع. انا عايز اشتغل وابيع. فقمت عامل ايه؟ واحد اسمه دينيس ريتشي عامل ايه؟ بس واحد اسمه دينيس ريتشي قعد قال لك انا هعمل لانجوج جديد اسمها سي لانجوج. السي لانجوج ديت بقى حاجه جميله جدا. السي لانجوج ديت قالت لك انا هبقى هاي ليفل، هي هاي ليفل بس بتبقى واخده في دماغها انت بتكتب ايه؟ هاردوير، يعني مش هاي ليفل زي الجافا، الجافا دي تقدر تقول عليها هاي ليفل. في ناس بتقول على ديت ان هي ميد ليفل، يعني في النص لا جابت هاي ليفل ولا جابت لو ليفل. الليفل دي اسمبلي، يعني الاسمبلي لانجوج بتعمل الهاردوير ده مخصوص. فانا الكود اللي انا كاتبه اسمبلي علشان خاطر المايكرو كنترولر ده مش هيشتغل على مايكرو كنترولر تاني. احنا في السي بقى ما عملناش كده، فاحنا بقى لما جينا نستخدم السي عملنا تكنيك سميناه امبيدد سي. عملنا تكنيك سميناه ايه؟ امبيدد سي. يبقى انا دلوقتي ما عملتش لغه جديده، ده الامبيدد سي ده هو السي العادي اللي احنا خدناه في الكليه، بس اللي احنا بنكتبه بطريقه وبشكل الشكل ده يضمن لي حبه حاجات انا محتاجها في السوفت وير بتاعي علشان اضمن ايه؟ الكواليتي بتاعت السوفت وير. هتكلم عن الكواليتي وهتكلم عن الحاجات اللي الامبيدد سي ظبطتها لي وساعدتني فيها. بكتب الامبيدد سي بتاعي، بكتب السوفت وير بتاعي بالسي، وبروح بجيب الكومبايلر بتاعي بيكومبايل بيطلع لي الاسمبلي، بيطلع لي الاسمبلي بتاع مين؟ بتاع الهاردوير. يبقى انا كتبت السي بتاعي، انا دلوقتي خلاص بقيت عارف السي، بجيب الكومبايلر بتاع الهاردوير بتاع المايكرو كنترولر ده وادخل السي اللي انا كتبته على دوت، يطلع لي من الناحيه الثانيه اسمبلي مين؟ يبقى انا ما بقتش محتاج ان انا كل مره اتعلم الاسمبلي بتاع الحاجه، انا بقيت متعلم السي كفايه عليا قوي واقدر اكتب بيها ايه؟ لاي هاردوير. جميل؟ حلو قوي. يبقى احنا عرفنا احنا ليه دلوقتي بنكتب سي. في حد مش عارف السي شغلته ايه؟ ممكن بس تردوا عليا؟ الناس كلها فاهمه يعني ايه سي، والناس عارفه كويس يعني ايه امبيدد سي. حلو قوي. الرسمه دي رسمه في الهوت، انا كنت شفتها على النت فقلت احطها لكم، بتوريك اللغات بتاعت البروجرامنج عامله ازاي دلوقتي. في الفتره الاخيره طبعا احنا عارفين السي ده من سنه 70، فهو دلوقتي السي ده كام سنه داخل في 40 او 45 سنه ورقم 2 في العالم. يعني اكيد كان في رقم واحد قبل ما جافا اصلا طلعت على السي، يعني هي معموله بالسي. فالسي كان رقم واحد، بعد كده حاليا الجافا بقت واخده ريت اكتر منه 19.2 والسي 17.2 دوت في الريتنج بتاعت اللانجوجز الناس بتستخدمها على مستوى العالم. السي دوت انا بعتبره اساس البروجرام، وبحس ان الواحد بيظلم نفسه لما يتعلم بروجرامنج تاني من غير ما يبقى عارف. عارفين كده لما تبقى يعني عارفين كده ام اللغات اللي هي ديت اللي طلع منها كل حاجه، يعني عايز تتعلم سي بلس بلس، لو انت معاك سي بتتعلم سي بلس بلس نص ساعه. اللي هو حاجات كده بتتعلم دي خلاص وشغل دي مع دي خالص، سي شارب نفس الكلام، الجافا نفس الكلام. اتعلم بس الحته الصغيره اللي اتحطت في الجافا علشان يبقى الانهانسمنت اللي اتحط علشان ايه؟ فالاساس بتاعنا سي. واحلى حاجه في البروجرامنج ايه؟ سي. ماشي؟ لا لا ينفع اكتب سوفت وير من غير ما ابقى عارف الهارد وير بتاعي؟ لازم ابقى عارف الهارد وير بتاعي علشان ابقى عارف انا بكتب ايه؟ واكتب حاجه تنفع للكومبايلر اللي هيكومبايل وهيطلع لي الاسمبلي اللي هيشتغل على البيت دي او الادمن دي او كذا او كذا او كذا. انا جيت بقى فقلت خلاص ده انا الحمد لله.
تسير العمل وبعد كده هو فهمت مسكت ال فتحت دوسي فايل وقمت كاتب فوق كتبت اسمي وعنواني ورقم تليفوني وبعد كده هو فهمت void main هوبا افتح ماشي وقمت كاتب بقى ايه انا انت كذا وكتبت الفاريبلز الحلوين بتوعي هوبا واعمل وخلاص وقمت كاتب ايه في الاخر يلا كومبايل وبنيت وبشتغل بقى فقمت عامل شركة عشوائية كده هو خليت الدنيا اشتغل اشتغلت يوم تاني بعد كده وصل لقيتها ضربت في حتة عملت حركة عشوائية تالتة لقيت الدنيا كده هو بعد كده فقمت انا خلاص بقى تعبت فواحد صاحبي قال لي انا هكمل انا فخد الكود لاخر الكود بقى كله حركات عشوائية تمام فبعد بيبص كده هو جاي يعمل فقام عامل حركة عشوائية تانية هوبا خلاص كده هنوصل لايه؟ لكود عشوائي الكلام ده ما ينفعش فعندي واحد تاني مش واحد قاعد ناس كتيرة كل بقى ايه لازم ننظم العملية اللي بنعمل بيها السوفت وير طب يعني ايه السوفت وير؟ السوفت وير ده بقى عبارة عن الكود اللاينز الكود اللي حضرتك كتبتها ومعاها اعمل عليها زائد كده هو حاجة اسمها دوكيومنتيشن ايه الدوكيومنتيشن ديت حبة دوكيومنتس حبة كلام كده انت حضرتك بتكتبها وثائق بتكتب فيها انت عملت ايه والكود ده بيتعمل ليه وبيعمل ايه وبيشرح ايه كل كومبوننت او كل فانكشن جوه عندك بتعمل ايه واتعملت ليه ولازمتها ايه فاهمين يا شباب هو دوت كلمه سوفت وير يبقى سوفت وير يبقى انا عارف ان هي بروجرام او لاينز اوف كود بتاعتي كده ومعاها دوكيومنتيشنز للكلام اللي مكتوب نفسي النهارده الناس اللي هتعمل جرادويشن بروجكت تتعلم الكلام دوت قبل الجرادويشن بروجكت علشان انا بزعل قوي لما الاقي ان احنا في هندسه زي هندسه اسكندريه هندسه زي هندسه القاهره الاسماء الكبيره قوي دي وبنطلع جرادويشن بروجكت يعني ما ينفع يعني عارف ما يتعلقش باسم الخريج من الشركه من الكليه دي ما ينفعش ان احنا نعمل الدوكيومنتيشنز بتاعتنا اخر يوم لا انت سوفت وير انجينيرنج قالت لك هتعمل دوكيومنتيشن الدوكيومنتيشنز بتبدا من اول يوم عندك بتبدا تكتب يعني انا النهارده حتى اكتب السوفت وير بتاعي الكلام ده جمالك يا جماعه على اي حاجه جافا سي اي حد بيكتب كود ماتلاب اي حاجه لازم تبقى عارفين الدوكيومنتيشنز بتاعتنا هو الكتاب اللي حضرتك هتسلمه للدكتور ده احنا بنبدا نكتب فيه من اول يوم وبنعمله فيرجنز النهارده عملنا الفيرجن الاولانيه الفيرجن الثانيه زودنا فيها واحد اثنين وثلاثه الفيرجن الثالثه مسحنا حاجه من القديمه وزودنا ديت لازم كل الكلام ده يبقى واضح معاك ما تجيش في اخر يوم وتكتب ده شغل عشوائي عايزين نشتغل صح عشان نطلع حاجه الكواليتي بتاعتها عاليه طب يعني ايه سوفت وير في واحد قاعد في الكمبيوتر ساينس مش كمبيوتر ساينس في الكليه بيعمل حاجه اسمها علم ونظريات الكمبيوتر بيعمل طريقه معينه بنشتغل بيها الجوريزم جديد بيفكر في طريقه تبقى اسرع ليه ان احنا نشتغل بيها بدل ما نعمل دي ولا نعمل دي بيعمل بروسيس جديد بيعمل علم والناحيه الثانيه في واحد معاه مشكله عايز يلعب فيفا نفسه يلعب فيفا مش عايز حاجه ثانيه من الدنيا الراجل ده كاستمر انا عايز اشتري فيفا في الناحيه الثانيه في واحد بيعمل عنده علم ان هو عنده سوفت وير يعني عنده بروجرامنج لانجوج وعنده بروسيسور وعنده حاجات جينا بقى مين بقى؟ جه واحد جديد قال له طب الله طب انا هسمي نفسي سوفت وير انجينيرنج. السوفت وير انجينيرنج دي بقى هتعمل ايه؟ هتاخد المشكله بتاعت حضرتك انت عايز ايه؟ انا عايز فيفا. هتروح للناحيه الثانيه تقول له طب انا محتاج الفيفا دي محتاج جرافيكس يقول له انا عندي سوليوشن للجرافيكس انا ممكن اعمل لك جرافيكس. ده انا محتاج ان انا اكتب كود اتفضل معايا اللي خليك تكتب كود. ياخد من هنا المشكله بتاعته وياخد من هنا السوليوشنز ويعملهم مع بعض ويطلع ايه؟ ويطلع الحل اللي هيحل لك المشكله يطلع لك الفيفا بقى اللي حضرتك عايز تلعبها. تمام؟ يبقى السوفت وير انجينيرنج عملت ايه؟ هي اللي بتكنترول الدنيا بتاعتي بتحط لي بروسيس. بروسيس يعني نظام يعني شكل معين هشتغل بيه. علشان استفيد بالعلم اللي عندي علشان احل مشكله الراجل اللي جه عايز ايه؟ سيرش
قبل ما اتكلم عن التستنج عايز اتكلم برضه اول حاجه صغيره في السوفت وير انجينيرنج. يعني ايه سوفت وير انجينيرنج برضه عشان نحسها؟ السوفت وير انجينيرنج ديت ما بقتش النظام ان حضرتك بتاخد السوفت وير زي ما انا عملت بشرحك العشوائيه من شويه وقعدت اكتب كود. لا ده انا دلوقتي بقيت قبل ما بعمل اي حاجه بعرف بالظبط انا عايز ايه. في خطوات ثابته بقيت اشتغل عليها. لازم ابقى عارف انا عايز ايه. اعمل اناليسيز للبرودكت اللي انا عايز اطلعه انا عايز ايه. بعد كده هو بعمل ديزاين اعرف الديزاين بتاعي عايز ايه هعمل الديزاين ازاي. ادخل في الستيب بتاعت الكودنج هقعد اكتب الكود بتاعي. بعد ما اخلص الكود انا مش هدليفر مش هقول لك خلاص انا عملت لك الدنيا. لا انا هعمل ايه؟ هعمل تيستنج علشان اتاكد ان انا السوفت وير اللي انا طلعته ده شغال 100% وبيشتغل صح وبيعمل الشغلانه اللي اتطلبت مني. السكوت ده انتوا كويسين صح؟ ماشي. بعد ما بعمل التستنج واتاكد ان كل حاجه زي الفل والسوفت وير بتاعي هو ده اللي انا بحلم بيه بعمل ايه؟ بديليفر بقى بروح اقول للكاستمر ايه افرح يا عم الحاجه بتاعتك شغاله اتفضل اهو تتبسط واعمل الفيفا وادفع الفلوس المطلوبه منك وزي ما زي الفل. ماشي. احنا كنا بنعمل ايه بقى لما يجي لنا مشروع مثلا مشروع تخرج او حاجه؟ بنفتح الفايل ونقعد نكتب وبعد كده هو نمسح وبعد كده حد يجي يحط سطر وبعد كده هو تلحق الحته دي اشتغل تقلطها على جنب. ما ينفعش نشتغل كده لازم نبقى عارفين بنعمل ايه. لازم يبقى عارفين مين اللي بيتست. لازم نتست كل حاجه. لازم يبقى في عندنا حاجه اسمها تيست كيسز. الفانكشن ديت انا عايز منها لما ادخل لها واحد تطلع لي ثلاثه فلازم اتاكد ان فعلا هي بتدخل واحد وبتطلع ثلاثه. الاكتيفيتي الاهم والاكثر اهميه واللي بتعتمد عليه الشركات وبياخد اطول فتره في حياه السوفت وير هو ايه؟ التست. والشركات كلها دلوقتي بتشتغل يعني مش كلها طبعا لازم يبقى في ديفلوبمنت ولازم يبقى في حاجه بس التستنج فيه ليه كبير جدا في اي شركه مش هفضل طول عمري بكتب كود ما انا لازم حاجه في نقطه في البرودكت بتاعي هدخله ايه؟ تستنج. في عندي تستنج اكتيفيتيز مهوله عدد كبير جدا من التستنج اكتيفيتيز. اول حاجه عايزين نعرفها يعني ايه تستنج. التستنج دوت هي العمليه اللي حضرتك بتعملها علشان تتاكد هل السوفت وير دوت فيه ديفكس فيه مشاكل بنقول عليها احنا بلغه السوفت وير باجز. حد سمع كلمه باجز؟ ماشي بنقول عليها باجز ولا لا؟ هل السوفت وير بتاعي ده شغال صح ولا فيه مشاكل فيه باجز فيه حاجات كده مش مرتاح لها؟ حضرتك بتبص لقيت السوفت وير بتاعك اي كلام ما دخلش دماغك ولقيت فيه للاسف الشديد باجز ومستحيل تطلع سوفت وير مختار يعني لازم تلاقي باجز دي حاجه طبيعيه 100% ما تفتكرش انك انت وحش لا ده لازم اطلع باجز الانسان بيغلط يا جماعه ماشي فلما هتلاقي باجز يعني انت دخلت الواحد دوت كنت مستني ثلاثه لقيتها ثلاثه ونص حضرتك لازم تعمل ايه؟ ندور الباج اللي فين الديفكت ده في انهي لاين اوف كود في انهي فانكشن في انهي بالظبط. الاكتيفيتي بقى علشان نعرف نلاقي الباجز او الديفكتس بتكون قد ايه؟ ديباج هو الديباجنج ان انا عندي باج لما اجي اعمل لها ديباج يبقى انا بطلعها من السيستم بتاعي ينفع اطلعها من غير ما اعرف مكانها؟ لازم اعرف مكانها فبعمل ايه؟ ديباجنج. نقرا بس الكلمتين دول كده اهوت ونرسى كده عليهم كده شويه. بأكد يا جماعه العيش والخفان كويس لازم يبقى الانجليزي بتاعه كويس. بأكد ماشي وحتى لو انت يعني ربنا كتبها لك وانت لو لقيت شغل في مكان كويس جدا لو معكش انجليش هتتعب. علشان الايميلز كلها بالانجليش. الشغل كله بالانجلش، ساعات الشغل بيفرض عليك انك انت تكونتاكت ناس من بره مصر. فلازم ليك انت يعني حتى لو بتاع لو في الشغل ما طلبش منك انجلش انت تبقى عارف انك انت لازم تبقى كويس بالانجلش. فاهمني بتكلم ازاي؟ يعني ليك انت قبل ما تكون صاحب الشغل. في بقى حاجتين كمان كده هوت يقعدوا يدوخونا بيهم يقول لك انت عملت فيريفيكيشن، طب انت عملت فاليديشن للحته دي، طب انت
عملت فيريفيكيشن كده؟ طب انت خلاص عملت فاليديت؟ طب يعني ايه فيريفيكيشن ويعني ايه فاليديشن؟ عايز واحد كده اهوت يقرا لي الكلمتين دول عشان انا لو عارف اشرحها. فعايز واحد يقراهم ويرفع ايده يقول لي انا فهمت انت كاتب ايه. في دبل كوتيشن الكوميونيكيشن مع بعض قوي يا ناس بتاعت سنة أولى. فيريفيكيشن معناها ان احنا عملنا برودكت بس صح مش اي شيء. فاليديشن معناها ان انا عملت البرودكت يعني المستخدم طلب مني برودكت بيكون جوه السنه معينه وانا عملت اللي هو مطلوب مني جوه السنه مش مشاكل. طب حد عنده يكون فاهمه اكتر؟ انت تقريبا قلت نفس الجمله الاولانيه بس الصيغه الثانيه. ماشي. طب انا هاجي لك بعد هقول لك الفاليديشن لا هو بعد التستنج الباجي خلصتوها الفاليديشن هو خد الخير. فيريفيكيشن اللي هو نعمل برودكت بالطريقه الصح الفاليديشن هو اصلا نعمل لي برودكت المطلوب ولا الراجل ده لو حسبتها 1000 مرة ورا بعض من غير
خمس ماتي ما يطلعش تيروس. خدتوا بقى. يبقى انا مع الباتر بتكلم عن ايه؟ ما مش بتكلم عن فانكشن، انا بتكلم على حاجات لازم تبقى في السيستم ولكنها ايه؟ حدش بيتكلم خالص. ولكن مش في الفانكشن بتاع السيستم. حلو قوي. الفانكشنال تيستنج عندنا حبه اكتيفيتيز، حاجه مثلا زي اليونت تيستنج او الكومبوننت تيستنج. دي الكومبوننت احنا بنقطع الشغل بتاعنا كومبوننت، مش هينفع امسك فايل واقول بسم الله الرحمن الرحيم واكتبه من اوله لاخره. لا، فاحنا قطعنا الشغل بتاعنا حتت صغيره. كل حته منهم سميناها كومبوننت، يعني كل شغلانه حطيناها لوحدها كانها يونت. دي لوحدها كده، ودي لوحدها كده، ودي لوحدها كده. ماشي؟ فالمفروض ان كل واحد مسؤول عن يونت او عن كومبوننت يتست الكومبوننت بتاعته. بعد ما حضرتك بتست الكومبوننت بتاعتي وتجي لي تقول لي والله يا باشمهندس الحمد لله عملتها 100% ومتاكد ان الفانكشناليتي بتاعت الكومبوننت بتاعتي صح 100%، ابدا اعمل ايه؟ انا عندي السيستم. فالسيستم المفروض ان الحاجه تركب على بعض، صح؟ فابدا اركب الحاجه على بعض ازاي؟ احط الكومبوننت ديت مع الكومبوننت ديت مع الكومبوننت الثالثه مع الرابعه، وابدا اركب الحاجه مع بعض. تركيب الحاجه مع بعض وان انا ابدا اتست الكومبوننتس وهي شغاله مع بعض، ده اسمه ايه؟ انتجريشن تيستنج. اسمه انتجريشن تيستنج. ركبت الحاجه مع بعض واشتغلت، ابدا اتست حاجه اللي هو ايه؟ السيستم كله بقى على بعض، بيبقى اسمه ايه؟ سيستم تيستنج. خلاص انا شغلت بقى الانتجريشن تيستنج والكومبوننتس مع بعض الحمد لله، فاهمين بعض وده بيسجل بعض جميل جدا، ابدا اتست السيستم كله على بعض. تستيت السيستم كله على بعض والدنيا شغاله زي الفل. اوبا جينا لاهم حته. اروح للايه؟ للراجل اللي طلب الشغل اللي هو ايه؟ الاكسبتنس تيستنج او الاند يوزر تيستنج. الراجل بقى اللي هيشتري مني لازم يجرب الحاجه بتاعته. لو جربها ولقاها شغاله وهتبسطه بيعمل ايه؟ بياخدها ويديك فلوس. عارفين الاند يوزر تيستنج ده يعتبر زي عارف انت كده لما بتدخل مثلا محل تلاقيهم حاطين البلاي ستيشن 2 وموجود دراعات عشان تجرب البلاي ستيشن. حد شاف المنظر ده قبل كده؟ ده اند يوزر تيست. تيست درايف بتاع العربيات، مش انت لما تشتري عربيه يقول لك انا هعمل لك تيست درايف انك تاخد العربيه كده تقعد تلف بيها تشوفها شغاله ولا لا. لو عجبتك ده يعتبر اند يوزر تيست. العربيه احنا عندنا كل حاجه وبتاع، بس انت اللي هتدفع الفلوس فلازم تجربها عشان تتاكد ان هو ده اللي انت عايزه. فاهمين يا شباب؟ جميل قوي. طب تعالوا نتكلم عن النون فانكشنال تيستنج. ممكن اتست ايه؟ النون فانكشنال بتاع بيرفورمنس. اتاكد ان الريسورسز بتاعتي اوبتيمال، انا مش بستهلك ريسورسز على الفاضي. الحاجه اللي محتاجه 1 كي انا فعلا مديها ميموري 1 كي، مش عمال ايه اكتب في الميموري وما بمسحش. ده مثال. اللود، ابدا اتست اللود بتاعي ان انا لازمته الحاجه على الموجه التكتيكيه مثلا او عربيه تلاقي نفسك بتزود الوزن بتاعها وتبدا تشوف هتشيل معاك قد ايه مثلا. التريس تيستنج بقى ده انت بتقعد تست في الحاجه بتاعتك علشان تكسرها، ان انت عايز توقع السيستم، تخلي السيستم بتاعك فين. فانت عايز تعرف انت السيستم ايه، تقعد بص تقعد تعمل فيه اللي تقدر تعمله وتدخل له انبوتس عنيفه جدا وتفضل تزود لحد ما السيستم يقول لك انا خلاص مش كده. اول ما يفل يبقى انت كده خلاص الاستريس تيستنج بتاعك وصل لتقوم واخد القرايات دي. اه فعلا الحاجات دي كويسه جدا والاستريس تيستنج دوت مناسب وانا كده كده اهو هبقى كويس. السيستم بتاعي ريلايبل ولا لا؟ هل فعلا اقدر اعتمد عليه؟ هل السيستم دوت لما انا اقول له مثلا نشتغل مثلا لو انا بعمل سيرفر، السيرفر ده في المعمل شغاله 10 سنين وما يقفلش، ده فعلا انا محتاجه كده؟ ما ممكن سيرفر يقول لك كل يوم انا عايز ارستر سيرفر زي ويندوز كده. لونس ليه لو انت سبت الويندوز شغال شويه هتلاقي شاشات عماله بتطلع وبتاع، صح؟ لكن لو جيت عند حد سمع عن اللينكس، الناس عارفه لينكس ترفع عليها بعد اذنهم. انا بحب اللينكس جدا. وانا رايي انك انت عشان تبقى مهندس لازم تبقى عارف اللينكس. ماشي؟ واحلى حاجه في اللينكس السيلف ستارت، عشان اللينكس ما تعملش عشان تدفع فيه فلوس. ماشي؟ عايزك تتعلم لينكس كده تقعد على النت تعيش كل حاجه انت محتاجها موجوده في الفيديو. ماشي؟ ولو عاوز تلاقي سبورت
عمرك ما هتروح لحد بتعلمك سجاد وهيقول لك حاجه.